Papa? أنا اسمي بولا مهدي، كلية حاسبات ومعلومات، بحب الديزايننج جدا. نفسي أعمل فيلم يبقى هادف أو فيلم كويس بس 3D، أو الفيلم يبقى يعني حاجة مصرية 100%. بحب جدا أتبع إحساسي أو حدثي، فبحب بقى أفكر بقى والكلام ده اللي بيكون يوتيوب. ما بحبش أبقى قائد، القيادة بتزهقني أو بتحسسني إن أنا مقيد زيادة عن اللزوم. الناس شايفاني إيه؟ شايفيني مهندس حاسبات، أصلا أنا في حاسبات، وشايفيني ممثل، وشايفيني فنان، وشايفيني مصمم. اما بالنسبه لحلمي، انا نفسي ابقى الف العالم كله، وفي الاخر اجيب جزيره صغيره اقعد فيها مع نفسي هناك لوحدي كده، وبس بعد ما اكون بنيت شركه كبيره قوي، يعني شركه هيبقى ليها يعني اكتر من فرع، فرع بيبقى مختص بال 3 دي ديزايننج او الافلام 3 دي، حاجه زي ديزني بس مصريه، والحاجه الثانيه بتقدم برودكتس للناس المحتاجين او الناس اللي هو عندها اعاقات جسديه، بتقدم لهم حاجات تكنولوجيه. ميزه الميزه بحلم كتير جدا طول الوقت، ايام بحلم. الروتين ما بحبوش نهائي، ما بتخانق جدا من الروتين، بفكر كتير. حدثي في ثالث مره. حدثي بقى بتابع الحدث. حدثي بس تمام كده، شكرا. يا فندم، انت اخد.